هذا السائل يقول: الشيخ، بالنسبة لقيام النصف من شعبان وصيام هذا اليوم، هل ورد فيه شيء؟ لم يرد في تخصيص النصف من شعبان صيام يومه أو قيام ليلته، لم يرد فيها دليل صحيح. كل ما ورد فيها لا يصلح للاستدلال، هي كغيرها من الليالي ويومها كغيرها من الأيام. من كان له قيام مستمر عليه يقوم ليلة النصف من شعبان تبعا لقيامه ولا يخصها. إن كان يصوم من شعبان فإنه يصوم يوم النصف تبعا لصيامه ولا يخصه بشيء دون غيره. نعم.